بسم الله الرحمن الرحيم. الآن راح نبدأ بسكشن 7 بعنوان Solvency، معناها الملاءة المالية، القدرة المالية على سداد الالتزامات طويلة الأجل، أو اليسر أو الإيسار، من يسر. طبعا اليونت رقم 7، ستادي يونت 7، ريشيو أناليزيس، تحليل النسب المالية، وهذا موضوعنا السولفنسي. إن شاء الله اليوم حنخلص الماتيريال والمالتيبل تشويسز. إذا السولفنسي معناها الملاءة المالية، يعني شركة مليانة ماليا، يعني قادرة على سداد الالتزامات طويلة الأجل. من اليسر، من الإيسار، عكس العسر، عكس الإعسار. طيب إليمنتس، طبعا الفيديو 1 حياخذ الماتيريال كلها إن شاء الله، والفيديو 2 حياخذ المالتيبل تشويسز في هذا السكشن اللي هو السولفنسي. طبعا اكيد عنوان الفيديو راح يكون Elements of Solvency. Solvency is a firm's ability to pay its non-current obligation. هي قدرة الشركة على سداد الالتزامات طويلة الأجل أو الغير جارية. non-current معناها غير جارية، يعني مش قصيرة، يعني طويلة. as they come due، وعندما يستحق، and thus، أو عندما تستحق تلك الالتزامات، and thus remain in business، وبناء على ذلك عندما تدفع الالتزامات طويلة الأجل المترتب عليها من البزنس تبعها تستطيع أن تبقى بالبزنس. إذا ما دفعت حياخذوها على البانكربسي. In business in the long run، على المدى الطويل. Contrast with liquidity، عكس الليكويديتي. الليكويديتي هي قدرة الشركة على سداد التزامات الشركة قصيرة الأجل. Accounts payable، notes payable، بس قصيرة لمدة سنة أو أقل. عندما تكون هناك التزامات قصيرة يجب سدادها خلال سنة أو أقل، فهذه النسبة بتاعتها بسموها liquidity ratio، اللي هي current assets على current liabilities. هاي liquidity ratio، current assets على current liabilities، قصيرة الأجل سنة أو أقل. operating cycle or سنة or year or less. طبعا بالتأكيد بقول هنا بالتعريف، لو بدك تروح على التعريف، operating cycle or هي عبارة عن الكاش or any other assets that can be converted to cash within an operating cycle or year whichever is longer، يعني أكثرهما سنة. الموسم بيكون operating cycle 3 أشهر 4 أشهر، أو السنة أيهما أطول. أحيانا بعض الأحيان النادرة بتكون الشركة بتاعت بترول بتنقب عن بترول، وبالتالي تأخذ 2 و3 و4 حتى تكتشف البترول وتبيع البترول وتحصل كاش من البترول. هذه الoperating cycle تبعتها المرة الأولى هي 4 سنين، وبالتالي بأخذوا 4 سنين مش سنة. operating cycle 4 whichever is longer، أكثر من سنة، إذا بأخذوا 4 سنين. بس عادة بالبزنس بالكتب بالسي ام اي كذا، إلا إذا حدد عكس ذلك بناخذ السنة. أوكي؟ طيب هاي الليكويديتي. The key ingredients of solvency are the firm's capital structure and degree of leverage. ما هي مكونات solvency؟ هي عبارة عن مكونات الكابيتال and degree of leverage. شو يعني هي؟
كابيتال ستراكشر، هذا كابيتال، هذا كلياته كل هذا كابيتال، مكوناته ليابيليتي اكويتي، هيها اكويتي توتال ستوك هولدرز اكويتي وتوتال ليابيليتي، هاي المكونات. والتوتال ليابيليتي تتكون من كارنت نون كارنت ليابيليتي لونج تيرم وشورت تيرم، اوكي. والليفرج شو معنى الليفرج؟ انه عندي انا ليابيليتي مليون وعندي اكويتي 800 ألف، يعني عندي ديون على الشركة قد الإكويتي مرة وشوية، 200 على 800 يعني 125%. هذه بيسموها إيش؟ بيسموها المكونات، هاي بيسموها ingredients، مكونات الكابيتال. هيها مليون وثمانمية، 800 إكويتي ومليون liability يعني للغير، والإكويتي حق داخلي بيسموه حق أصحاب الشركة الإكويتي. خلينا نكمل حبة حبة. الديجري أوف ليفرج اللي قلنا عنها مليون على 800 ألف، يعني بمعنى أنت عندك بس 800 ألف حقوق ملكية مستلف عليهم مليون. إذا الديجري أوف ليفرج مستخدم 800 لتجيب منهم مليون فلوس من برا لتشتغل فيهم. إذا الرافعة الفاينانشال، الرافعة المالية عندك شوي مرتفعة، يعني مليون على 800 بيطلع 1.25، يعني كل دولار جايب عليه دولار و25 سنت قرض، اوكي، كل دولار من الإكويتي. A firm's capital structure includes its sources of financing. Capital structure هي عبارة عن مصادر تمويل تبعت الشركة، both long and short، هذا هي مصادر تمويل، هذه شورت، هذه شورت كارنت ليابيليتي، وهذه لونج، وكذلك هذه تعتبر لونج سواء كانت بريفيرد ستوك ولا الكومون ستوك هولدرز، لونج طويله، اوكي. طيب بوث لونج اند شورت تيرم، these sources can be in a form of debt external sources or equity internal sources. هذه sources تكون بشكل debt، هذه external sources وتتكون من long وشورت، وهذه اسمها internal sources داخلي، يعني اصحاب الشركه preferred وcommon، وحقوق اهل الكومون اللي هم additional paid in capital و retained earning، هذا اسمه internal sources، تمويل لكن داخلي بمعنى من اصحاب الشركة او لاصحاب الشركة، اسمه equity كمان، internal sources اسمه equity. هيو بديش اطول بس للأسف مضطر، هذه كلها اسمها equity، هي stockholders equity، total stockholders equity، حقوق ملكية. Capital structure decision affect the risk profile of a firm. قرار تكوينة الكابيتال، انه قديش يكون كابيتال داخلي وكابيتال خارجي، هي عبارة عن قرارات تؤثر الريسك بروفايل اللي هو الملف او الموقف المخاطر تبع الشركة وذا فيرم، يعني التكوينة بتخلي الشركة تتعرض لمخاطر أو ما تتعرضش لمخاطر. أكيد هنا الشركة هاي فيها مخاطر شوية، ليه؟ لأنه عليها ديون أكثر مما عندها فلوس، أصحاب الشركة عندهم 800 ألف عليهم مليون، إذا فيها مخاطر، إذا هذا هو بسموه الريسك بروفايل. الشركة الثانية 2 مليون و800 ألف هون بس، وهون 2 مليون، ما حد برضى يسلفها ولا حد برضى يتعامل معها لأنه فيها مخاطر عالية. شركة فيها 500 ألف وهنا مليون، هاي ممتازة لأنه بقول لك بيشتغلوا بفلوس حالهم، ما عم بيشتغلوا بفلوس غيرهم، أوكي؟ طبعا كل واحدة إلها إيجابيات واحدة إلها سلبيات، سواء كان تشتغل بفلوس غيرك أو تشتغل بفلوسك، حنشوف التفاصيل. For example, a company، على سبيل المثال a company with higher percent of debt، هيها اللي شفناها،
مليون ل 800,000. هاي هاير بيرسنت اوف ديبت مليون ل 800,000. نعم هاير. اوكي اوف ديبت كابيتال ويل بي ريسكير. طبعا الكابيتال اثنين كابيتال، الايكويتي كابيتال واللايبيليتي كابيتال. فالديبت جاي من الديبت يعني للغير، والايكويتي من الداخل. ويل بي ريسكير، نعم هذه حتكون ريسكير لانه عليها مليون وعندها 800,000 اكثر من الموجود. Than a firm with higher percentage of equity capital. اذا هذه الشركه راح تكون اكثر تعرضا للخطر او فيها خطر انها تفلس اكثر من شركه ثانيه، على العكس بتكون 800,000 liability ومليون equity. اوكي؟ Than a firm with high percentage of equity capital. Thus, when there is a lot of debt, لما بكون عليك ديون كثيرة, equity investors will demand a higher rate of return. وكمان غير هذا انه مالكي الشركة حملة الأسهم لما بتكون التحليل المالي والمالي والبلانشيت منشورة وفيها ريسك عالي يعني عليها ديون كثير، الجماعة هذول بيكونوا في خطر، بقول لك يا عم اعطيني عائد أعلى. كلما كان عليها دبت أعلى حملة الأسهم بقول لك بدي عائد أعلى، بقبلوش ب10 و20%، بدهم 30، لأنه احتمال بلحظة تطير فلوسهم كلها تفلس الشركة. A higher rate of return on their investments to compensate ليعوضوا for the risk brought about by the high use of financial leverage. ليعوضوا الخطر الذي جاء به أو جاءت به الشركة أو جاءت به الإدارة متخذة القرار نتيجة استخدام high use of financial leverage. بمعنى هي high use of financial leverage يعني بتفكر هذولا المساهمين تبع الشركة هاي بيكونوا مرتاحين، طلع الشركة لو صفت هي مليون بدها الناس برا مليون، نفترض أصولها ما بتجيب هيها الأصول قديش عندك مليون و800، نفترض صار خسائر ودمار ومش عارف شو كذا، مش حتكفي الأصول تسدد الالتزامات اللي برا، هذول حيطلعوا صفر. لذلك بقول لك يا عمي ما دام في خطر عالي يعني الدبت عالي جدا بالنسبه للايكويتي او عالي جدا بالنسبه للتوتال كابيتال التي تساوي التوتال اسيتس، فبليز اعطيني 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 عائد نتيجه مخاطرتي انه انا داخل بهالموضوع هذا. اوكي alternatively بطريقة أخرى a company with high level of equity لما بكون فيها equity عالي capital will be able to borrow at lower rates because هاي الشركة اللي فيها equity عالي هون والدبت منخفض، الإيكويتي عالي والدبت منخفض، بتروح على أي بنك بقولوا لها أهلا وسهلا. ليه؟ لأنه في عندها فلوس لأصحاب الشركة مش كلها ديون. اوكي؟ will be able to borrow تستدين at lower rate بفوائد أقل because debt holders will accept lower interest in exchange for the lower risk indicated by the equity cushion. أصحاب الديون بيقبلوا ياخذوا فائدة أقل لأنه الخطر في هذه الشركة أقل أو قليل بسبب إنه في إكويتي كوجن يعني في رأس مال بالشركة مركنين عليه كبير أكبر من الدبت. هاي الشركة هذه لما بيكون في عندنا هون إكويتي نفترض 2 مليون واللايبيليتي بس مليون، لاحظ 2 مليون واللايبيليتي مليون، الناس بيقرضوها بسهولة وبطلبوا فوائد منخفضة لأن فيهاش مخاطر كثيرة، لأنه فيها كوجن، كوجن يعني مخدة يعني احتياط يعني بفر يعني أي شيء، مركنين إنه فيها فلوس لأصحاب الشركة. هذه هي الكوجن 2 مليون مثلا. أوكي for the lower risk indicated by the equity كوجن، كوجن اللي هي دائما الناس بتطلعوا الدائنين على الإكويتي قديش فيها مبلغ
كل ما كان الضخم كل ما اطمأنوا أكثر إلى أن ديونهم سوف تسدد. حتى الناس العادية لما بتتعامل مع سوبر ماركت عنده فلوس كثير بتقول هذا قوي فلوسه أو بيشتغل بفلوسه، مش كلها ديون وكذا، ويا ريت بتلاقيه خابط مخابطة، يا ريت بس بده ياخذ منك سعر أكثر مشان يروح يسدد البنك ومش عارف شو، بتلاقي قصته غير مستقرة. إذا هذه الأمور يجب أن تؤخذ بالاعتبار، وكويس إنه جبنا هذه البالانس شيت لتوضح الأفكار بشكل مناسب. كمان ريسورسز وكابيتال ستراكشر، وهذا هي نفسه هاي كل الأصول ريسورسز، هاي كل الأصول ريسورسز، هذا هي. وتتكون من ماذا؟ تتكون من current assets، هذه current assets، هذول كلهم current assets مرينا عليهم، و non current assets، هذول كلهم non current assets، equity بسموها method investments، استثمارات في شركات أخرى بنسبة أكثر من 20%، property plant and equipment، أصول ملموسة وليس accumulated كذا، هذه هي non current assets. بالمقابل الكابيتال ستراكشر يتكون من كارنت لايبيليتي، هذول هم كارنت لايبيليتي، ونن كارنت لايبيليتي، هذول هم نن كارنت لايبيليتي، هيهم نن كارنت لايبيليتي، اوكي، وكمان ستوك هولدرز ايكويتي، وهذول ستوك هولدرز ايكويتي، ما في شيء جديد يعني عم بطرحه صاحبنا بهالكتاب. اذا هيهم على الميزان، هذول يساوون هذول. Debt is the creditor interest in the firm. ما هي الدبت؟ هي عبارة عن حقوق الدائن، حقوق الدائن بالشركة، قديش الفلوس. The firm is contractually obligated to repay debt holder. الشركة من ناحية عاملة عقد بالاتفاق بالعقد، من ناحية تعاقدية مجبورة انها تسدد صاحب الدين اللي هو الديبت هولدر. The terms of repayment، شروط إعادة أو سداد الفلوس لصاحب الدين اللي هو البنك مثلا، i.e. timing of interest، موعد الفائدة، and principal، موعد القرض الكامل أو على أقساط مثلا، are specified in the debt agreement، في اتفاقية الدين بين الشركة وبين البنك، نفترض البنك هو debt holder. As long as the return on debt exceeds، ما دام انه الشركة بتعمل عائد على الدبت، exceed the amount of interest paid، ما هي اخذت، ليش اخذت فلوس البنك؟ مشان تشتغل فيها وتجيب مثلا 20% وتدفع للبنك 10%، اذا ال 20% اعلى من 10%، نعم الريتين 20% على الدبت، تتجاوز the amount of interest paid 10% للبنك، the use of debt financing is advantageous to a firm. هذا كويس انه الشركة بتاخذ فلوس البنك وبتشتغل فيها، بتطلع 20% وبتدفع للبنك 10 وبتخلي لها 10. اذا هذا advantageous، مفيد للفيرم للشركة. This is because interest payments on debt are tax deductible. وكمان في نقطة أخرى انه الانترست اللي بتدفعها للبنك برضو كمان تاكس ديدكتبل، إذا كانت الفائدة 10%، قصدي التاكس 40% والفائدة للبنك 10%، اضرب 40 في 10 معناته الشركة بتكون دافعة إلا 6%، لأنه بتأخذ 4% بتدفع 10 للبنك، بتأخذ 4 مقابلهم، من بتحرم دائرة الضريبة من 4%، يعني 40 في 10 ب4%، أوكي. إذا هذا بسموه، خلينا نسميه يعني منافع تأخذها، والدولة تسمح لها بذلك لأنها بتشجعها تأخذ قروض مشان تقوي الاقتصاد. إذا tax deductible. إذا دائما أنا بقول بضربوا عصفورين بحجر واحد، عصفورين بحجر واحد، أولا بيربحوا 20% بدل العشرة، بيربحوا 20، هذا حجر، هذا عصفور، عصفورين بحجر واحد، هذا عصفور. والعصفور الثاني إنه بأخذوا tax deduction،
من دائرة الضريبة مقابل هذه الفوائد التي تدفعها للبنك. فبخصموا 10% كلياتها من الوعاء الضريبي، والدولة بتأخذ على إيه؟ بتأخذ 40%، وبالتالي أنت لما بتحرمها من الـ40 كأنك أنت دفعت لها بس، دفعت 60 للبنك، الدولة كأنها أعطتك 40%، يعني 4% صفت عليك 6% فقط. إذا أنت ربحك قديش؟ مش 20 ولا 10 وإنما 14%. طيب the trade off شو يعني الموازنة؟ is that an increased debt load makes a firm riskier. بدك توازن، لما بتاخذ قرض بتصير الشركة فيها مخاطر. since debt must be paid regardless of whether the company is profitable. لأنه الدبت لازم يندفع بغض النظر الشركة ربحانة ولا لا، والانترست متى تندفع بغض النظر الشركة ربحانة ولا لا. at some point في بعض النقاط either a firm will have to pay a higher interest rate than its return on debt or creditors will simply refuse to lend any more money. ببعض النقاط، ببعض المواقع، ببعض الحالات either a firm will have to pay higher interest rate than its return on debt. مرات بتلاقيها ماخذة بعشرة بالمية تمام مش ربحانة غير 5%، شو استفدنا؟ معناته بتدفع 10 تأخذ 5، خلينا بالمعنى هذا، خلنا نبتعد عن التاكس إفكت. Or creditors will simply refuse to lend any more money. معناته إذا بتأخذ فلوس بتطلعش عليها أرباح قدر الفائدة اللي بتدفعها، شو استفدنا؟ إذا هاي مشكلة من المشاكل، إنه أثناء إنك أنت بتأخذ قرض من البنك مرات ما بتزبطش معك، وبالتالي بصير عندك خلنا نسميها نتائج سلبية. وطبعا هنا شوف interest rate higher interest rate than the return، بدك تدفع 10 وانت ما بتجيبش غير 5 او 4 بتربح، شو استفدنا من هالبزنس؟ or creditors will simply او انه الكريديترز لو بده يعطيك بقول لك مرات اذا شايف وضعك هيك بدك تاخذ منه قرض تسدد تحل مشاكل معينه بقول لك اقول لك ما بقبلش 10 بدي 15 وبدي رهن كمان لاني مش واثق من قوائمك الماليه. to lend any more money or simply will simply refuse to lend any more money، لانه موقفك المالي سيء بهال الامور هاي بالنتائج وبالريشو هاي اللي هي الدبت اعلى من الاكويتي. equity is the ownership interest in the firm. نعم الاكويتي شو تعني؟ هيها ملكية هي 800,000، يعني اصحاب الشركة بيمتلكوا 800,000 ما عدا البريفيرد بنشيلهم 120. equity is the permanent capital of an enterprise. هذا هو رأس المال الدائم، ما حد بيطالب فيه ولا المزعم زعلان بروح يبيع السهم تبعه، مش زي الديون. contributed by the firm owners، قدموا اصحاب الشركه المالكين بالشركه. in the hopes of earning return، على امل انه يجيهم عائد، على امل انه يجيهم عائد، هذا هو العائد net income، هذا available for common shareholders. اوكي إذا contributed by the firm owners ملاك الشركة in the hopes of earning a return عائد، بدهم عائد على أمل أنه يجيهم عائد أو يربحوا عائد. however a return on equity is uncertain، العائد على الإكويتي هاي غير مؤكد، ما في نسبة معينة في مئوية معينة، مش زي البونز ولا حتى البريفيرد ستوك. because equity حقوق الملكية embodies only a residual interest in the firm asset،
شو تمثل الإكويتي؟ شو تتضمن؟ تتضمن أن حقوق أصحاب الشركة ما يتبقى لهم بعد تسييلها لو بدنا نسيلها أو الشركة بدها تسيل. In the firm's asset. Residual because it is the claim left over after all debts has been satisfied. يعني هذول المساكين هذول ملاك الشركة هذول 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 شايفينهم ملاك الشركة ما بيطلع لهم يتحركوا إلا بعد هذول ما يأخذوا كل حقوقهم هذول كل حقوقهم من أصول الشركة فيما لو تعثرت الشركة. هاي الفكرة. Periodic returns to owners of excess earning are referred to as dividends. طبعا عملية الأرباح التي توزع على المساهمين تسمى dividends توزيعات أرباح. The firm طبعا على فترات. The firm فترات يعني سنوية. The firm may contractually obligated to pay dividends to preferred stockholders but not to common stockholders. طبعا الشركة بتلاقيها في بعقد مجبورة انها تدفع للبريفيرد هذولا البريفيرد اللي لهم نسبة 6% 7% عند اصدار تلك الاسهم الممتازة بدهم يدفعوا سنويا 6% ربحوا ولا ما ربحوا بدهم يدفعوا واذا ما ربحوش ما عندهم مش فلوس بتتراكم سنة بعد سنة بعد سنة بعد سنة الى اخره واذا ما زبطت بصيروا كومون شير هولدرز يعني بتحولوا بصيروا مساهمين عاديين اذا هي بينما الكومون ما في عقد ما في اتفاق معين زعلان بيع سهمك ان شاء الله بصير بدولار بيعه ما لها علاقه الشركه ما لها علاقه زعلان بيع ما في فلوس ما بدي اعطيك فلوس مجلس الاداره يتخذ قرارات بهذه الطريقه اما انه مش ربحان الشركه مش ربحانه او انه في عنده خطه توسعيه اذا شوفون to pay dividends to preferred stockholders but not to common stockholders مش للكومون للبريفيرد نعم الكومون لا ما في اتفاقية capital adequacy الكابيتال لازم يكون مناسب مناسبة الكابيتال يعني ملائمة الكابيتال is a term normally used in connection with financial institution تتعلق بنوع النشاط تبع الشركة المؤسسة المالية مثلا A bank must be able to pay those depositors that demand their money on a given day and still be able to make new loans. إذا بدنا نحكي عن البنك لازم يكون عنده كابيتال بحيث انه يقدر يدفع كافة حقوق المودعين لو المودعين صار مشكلة معينة بدهم يسحبوا فلوسهم بدك يكون عندك قدرة على انك تسدد هذه المبالغ ويبقى لديك مبالغ لتعطي منها قروض. هذا في بيخص البنك. بس أكيد لا ينطبق على الشركات الأخرى. Capital adequacy can be discussed in terms of solvency. ممكن يعني مناقشة موائمة الكابيتال مناقشة موائمة الكابيتال in terms of solvency فيما يخص المصطلح اللي هي الملاءة المالية. The ability to pay long term obligation as they mature. هي قدرة الشركة على دفع الالتزامات طويلة الأجل عندما when they come due. يعني ماتشور يعني ناضج يعني مستحق when they mature liquidity معروفة الليكويديتي حكيناها current assets على current liabilities the ability to pay for day to day ongoing operation بدك تسدد أول بأول خلال السنة صاحب البضاعة بده إياها الموظفين بدهم رواتب مش عارف شو كذا إذا في عندك liquidity صاحب الكمبيال ثلاث شهور بده إياها إذا شو day to day بدك تظلك تدفع فلوس ongoing operation على العمليات ثمان بضاعة ثمان كهرباء ثمان كذا reserve احتياطي the specific amount a bank must have on hand to pay depositors حكينا عنها قبل شوي إنه بده يدفع depositors إذا البنك لازم يكون عنده احتياطي يستطيع من خلاله دفع قيم الديبوزيتر اكيد لازم يكون عندك باخذ فلوس الناس بتحطها ريزيرف بس شغلها بطريقه معينه اور سفيشنت كابيتال او انه يجب ان يعني يكون لديه للبنك كابيتال كافي ليسدد اللي هي الريزيرف اللي هي الديبوزيتس اللي حاطينها الزباين عنده زائدا يعطي قروض للاخرين مشان يجيب فوائد ويحقق ارباح طيب Capital structure ratios نسب
مكونات الكابيتال. This ratio reports the relative proportion of debt and equity. Relative proportion يعني نسب أو حصص الدبت والإكوتي. هاي حصة وهاي حصة مجموعهم 1,800,000 of debt and equity in a firm capital structure at a given reporting date. هذا capital structure مكون من 800,000 ومليون، بطلع 1,800,000. يتكون من حقوق ملكية 800,000 وحقوق الغير liabilities 1,000,000. هذه هو capital structure. قديش ملك للغير وقديش ملك لأصحاب الشركة. طبعا هذه given reporting date هاي ب 31/12 مثلا سنة كذا، هاي year end بسنة معينة. The total debt to total capital ratio measure the percentage of the firm capital structure provided by creditors. يلا هاي total debt 1,000,000 على 1,800,000. مليون قديش الناس مقدمين الآخرين، 1,000,000 على 1,800,000 total ايه total capital. هاي total capital 1,000,800,000 وهاي 1,000,000 total debt. إذا هاي total debt to total capital ratio. أيها مين provided by creditors، مين اللي هي total debt لcreditors الدائنين الآخرين. والcapital structure هذا هو الcapital structure 1,800,000 تكون من 1,000,000 للغير و800 لأصحاب الشركة حقوق الملكية. إذا قديش عندك الدبت على الكابيتال كله؟ يساوي 55 بالسنة الحالية. السنة الماضية كان 950، هاي عندي بالأرقام هون 950 على 1,600,000. هاي 950 على 1,600,000 بطلع 59. شو معنى هذه النسبة؟ السنة الماضية كان معناته الديون اللي على الشركة، نسبة الديون اللي على الشركة مقارنة مع التوتال كابيتال تبع الشركة السنة الماضية كان أعلى، يعني فيها ريسك أعلى، السنة هاي أقل. أوكي؟ نقرأ. The company became slightly less reliant on debt. نعم أقل اعتمادا على الدبت، سددت شوية الدبت. reliant يعني تعتمد on debt in its capital structure. in its capital structure هذا capital structure مكوناته 1,000,000 debt و 800,000 equity. during the current year هاي الكرنت year، هاي الكرنت year capital structure 1,000,000 زائد 800,000 يساوي 1,800,000 total capital. although ومع ذلك total debt rose. شو يعني total debt rose؟ يعني اطلع من السنة الماضية كان 950، السنة هاي صار 1,000,000، يعني زاد. ها total debt كان السنة الماضية كان هالقد معناته زاد، هذا قصده. Although the total debt rose, equity rose by greater percentage. لكن الإكويتي زادت بنسبة أعلى. وين الإكويتي؟ 650 ل 800. هذا 950 ل 1,000,000، يعني 50,000 زيادة. هنا لا، هنا 150,000 زيادة. إذا الإكويتي زادت بنسبة أعلى، مما أدى إلى إيه؟ إلى انخفاض نسبة الدبت للكابيتال بالسنة الحالية عن السنة الماضية. By greater percentage the company is thus less leveraged than before. إذا هذه الشركة الآن ما دام الإكويتي زادت بنسبة أعلى فأصبحت الشركة less leveraged than before. هيها less leveraged، هاي leveraged less leveraged than before، يعني الدبتون صار
نسبته الى الكابيتال اقل من الدبت القديم الى ايه؟ الى الكابيتال. كلام كثير ممكن نحكي، بس مش عارف، انا مش عايز حدا يمل من عملية الشرح. When total debt to total capital is low، الدبت للتوتال كابيتال is low، هيو الدبت للتوتال كابيتال هذا low مقارنة بهذا. Thus creditor prefer this ratio to be low as cushion against losses. فالدائنين بفضلوا النسبة هاي أفضل من النسبة هاي، لأنه النسبة هاي بتقول إنه الدبت أقل معناته ليكويتي أكبر. ليكويتي أكبر معناته بتركي عليها هيك زي المخدة. يعني الدائن بده يتعامل مع شركة بيطمئن أكثر إنه والله في عندهم فلوس لملاك الشركة. زي بتروح بدك تداين واحد تبع سوبر ماركت، عارف عنده يمكن عنده أراضي وعنده بنايات وعنده كذا ومش عارف شو، بترتاح أكثر. هاي الفكرة. Thus creditor prefer this ratio to be low as cushion. Cushion معناها مخدة، معناها بفر احتياطي إلى آخره، يعني against the losses، يعني أنه الدائن ممكن ما يخسرش. ليه؟ لأنه والله هذه الشركة فيها equity عالية، فيها equity عالية مقارنة، نسبة الإكويتي للكابيتال أعلى مثلا من السنة الماضية وهكذا. السنة الماضية لاحظ، السنة الماضية وين الإكويتي؟ 650. السنة هاي أعلى إكويتي، السنة الماضية 650 لمليون و600. شو بتطلع النسبة؟ مين بعرفها؟ السنة الماضية هاي هي السنة الماضية، هي المكملة لل 59، يعني كان 41، الآن ارتفعت صارت 54، لأنه هاي لازم مجموعها 100. طب هاي النسبة هذه مجموعها لازم تكون الكابيتال 100. هذه شو الدبت؟ معناته الإكويتي قديش؟ الفرق بين هاي والمية بالمية. إذا 59 و4 بصير عندنا شو؟ بصير عندنا 40 و ستة، يعني هيك شيء. هنا لا، 55 و6 للمية بصير عندنا 54 و4 وهيك شيء بالمية. فهذول الثنتين هذه في مقابلها هون إكويتي، فالإكويتي 40 هون صارت 55، معناته زادت الإكويتي، معناته أصبح الوضع مطمئنا أكثر للدائن لهذه الشركة لأنه الإكويتي أكثر. The debt to equity ratio is a direct comparison of the firm debt load versus its equity stake. نعم. Debt to equity ratio مباشر، ما رحناش على الكابيتال، رحنا قسنا الدبت على الإكويتي. هاي الدبت السنة الماضية prior، خلنا السنة الحالية، هاي الدبت مليون على مليون و800. انا حسبت قبل شوي طلع 1.25 بالشرح. وهاي شو؟ 950,000 على 650,000. قديش كان؟ 41. يعني الدبت عالي جدا بالنسبه للايكويتي، كان 41 هون. هنا بس 51، يعني هذه النسبه افضل من هاي. يعني الدبت هنا اقل مقارنه مع الايكويتي. هنا كان عالي جدا، كان مخيف هون. يعني دبتو كثير، يعني تقريبا 1.5. اذا هاي دبتو ايكويتي ريشو، التوتال دبت على ستوك هولدرز ايكويتي. من وين تاخذها؟ من البالانس شيت. هذا هاي التوتال ايكويتي 800، وهي 650، وهي الدبت مليون، وهي 950. The amount by which the company debts exceed its equity stake declined in the current year. The amount by which the company's debts exceed its equity. لاحظ، company debt exceed its equity stake decline in the current year. نعم، هون كانت 1.46،
يعني قدها و46% صارت قدها و25، يعني هاي ال46 نقصت إلى 25، هذا التفسير. يعني هنا زادت عنها 46%، هاي 950 على 650 زادت في 46%، هنا زادت بس ب 25، معناته هذه لها معنى انه الدبت، لاحظ الدبت الى الاكويتي قل، هون الدبت الى الاكويتي مرتفع. Its equity stake decline in current year، هيو decline. Like the previous ratio، النسبة السابقة، شو قصده previous ratio؟ تبعت الدبت للكابيتال، هاي الدبت للكابيتال نفس المعنى بيأشر. The debt to equity ratio reflects long term debt payment ability، هذه بتعكس قديش قدرة الشركة على سداد الديون طويلة الأجل، لأنه هذا مش ماخذ غير long term debt. Again a low ratio means lower relative debt burden، low ratio يعني الدبت قليل. And thus better chances for repayment of creditors، لما بتطلع الكريديتر على هذه النسبة بيرتاح أكثر مما يطلع على النسبة هاي. بقول لك أوه هنا بقول لك أوه عندك ديون كثيرة قدها مرة ونص قد الإكويتي، هنا بقول لك لا والله في تحسن، أوكي بنعطيك مصاري بنعطيك فلوس بنعطيك قرض. طبعا هذه كل ما قلت كل ما قلت كل ما قلت بتدل على أنه الإكويتي ارتفعت 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 والدبت قلت قلت قلت، معناته مؤشر على أنه في كوجن زي ما كان يقول قبل شوية، اللي هي كلمة كوجن، هاي كوجن تبعت الإكويتي. اوكي a low ratio means، هي low ratio means a lower relative debt burden، a lower relative debt burden الدبت أقل. And thus better chance for repayment of creditors، إذا هذه عنده قدرة على أنه يأخذ قروض وكمان يسدد اللي عليه، وضعه كويس فبتعطيه قروض لأنه عنده يعني الدبت منخفض شوية عن هاي. طبعا لو كان أقل من واحد بكون أحسن. أوكي طيب The long term debt to equity، هاي long term debt لما أخذش كل الدبت، أخذ بس long term، هاي long term debt وينها؟ 610 بس، هاي اخذ هاي لونج تيرم ديبت تو ايكويتي 800,000. لونج تيرم ديبت تو ايكويتي على ستوك هولدرز ايكويتي اللي هي 610 على 800 بيطلع عندنا 76، يعني الديبت اقل بكثير من الايكويتي اللي هم الديبت اذا كان لونج تيرم بيستبعد الكرنت لايبيليتي. نفسي السنة الماضية كانت عالية جدا 1.038، يعني اللونج تيرم ديبت عم بتغطي الإكويتي وشوية، وتش سيء. الآن انخفض 610 800 بيطلع عندنا 0.763. شرح The company has greatly improved its long term debt burden، لونج تيرم ديبت تحسن الحمل تبع اللونج تيرم ديبت. شو يعني improved burden؟ هاي كان 610 صار 675، نو كان 675 صار 610، كان كثير نقص، إذا تحسن الوضع، كان كثير نقص وهذه كانت قليلة زادت، إذا الباردن تبع اللونج تيرم ديبت تحسن. Its long-term debt burden. It now carries less than $1 of long-term debt for every dollar of equity. شو يعني؟ يعني كل دولار now كل دولار equity عليه دين 76 سنت من long-term. زمان كل دولار of equity عليه دولار وشوي، يعني مش كويس. مجرد لونج تيرم ديبت غير الكارنت لايبيليتي.
low ratio means هذا هي low ratio means the firm will have an easier time raising a new debt. بتروح الشركة على البنك بتفرجوا بيحللوا بتطلعوا بقول لك اه والله بعطيك. لو كانت عندك واحد ونص هون بقول لك اسف والله ما بقدر اعطيك، انت كل دولار ايكويتي مستلم عليه ماخذ ولونج تيرم ديبت كمان ماخذ عليه دولار ونص، ما بصير ما بقدر اعطيك. اذا كل ما كانت النسبه منخفضه بتعطينا ايزينس سهوله في انك تاخذ قرض جديد على الشركه. Since its low current debt load makes it good credit risk. هذا مؤشر على أنه good credit risk. يعني اللي بيعطيه قرض ما عندهوش خطر كبير في الموضوع. Good credit risk. اللي بيقرضك بالنسبة تحت النسبة هاي بيكون الريسك تبعه منخفض. تحت هاي بيكون مرتفع. تمام؟ طيب. The debt to total assets say debt to total assets ratio total liabilities على total assets كل ال liabilities على total assets نفسها قبل شوي حكيناها. شو بتفرق هاي عن total liabilities على total capital؟ ما هو capital تساوي assets، هاي مرت علينا قبل شوي. هذا شو بتفرق عن total debt على total capital؟ ما هي نفسها total capital تساوي total assets. إذا debt to total assets ratio تساوي total liabilities على total assets. total liabilities هيها total liabilities هيها مليون على مليون وثمانمية. طب شو بتفرق هاي عنها؟ ما هي هاي نفسها نفس المعنى برضو. هذه يعني تعتبر added value المفروض لبعض الدارسين تبعين السي ام اي انه توتال اسيس ولا توتال كابيتال نفس الرقم فالنتائج نفسها. اوكي اذا هاي 55 59 نفس النتائج السابقه تبعت الكابيتال، حط الاسيتس محل الكابيتال نفس الارقام. اذا اولثو توتال لايبيليتيز انكريز ان ابسولوت تيرمز زادت اللايبيليتيز بارقام مطلقه بلاش نقول زائد ناقص. This ratio improved because the total assets increase even more. هيا كانت وأصبحت بالرغم من إنه هون بقول بالرغم من إنه التوتال liabilities من 950 لمليون زادت increase in absolute number 50,000. المفروض انه النتيجه تكون فيها زياده مش نقصان. لاحظ من هاي لهاي يكون في زياده، لكن التوتال اسيتس زادت من مليون و600 لمليون و800 زي ما هو زاد الكابيتال قبل شوي نفسه، لكن هذه زادت بنسبه اكبر فمعناته صار في عندنا انخفاض بالنسبه من رقم قديم في ريسك بانه الديون على اصول الشركه كانت اعلى من الديون الان على اصول الشركه. Numerically this ratio is identical to the debt to total capital ratio حكيناها قبل شوي. ما تفرق هاي هذه ما تفرق identical ما تفرق عن هاي نفسها. شيل الكابيتال حط اسيتس، شيل الاسيتس حط كابيتال، نفس الجواب، نفس المعنى، نفس التفسير. ايرنينج كفرج، شو يعني الايرنينج كفرج؟ يعني الايرنينج اللي هو الاي بي اي تي اللي مرت علينا، خلينا نقرا. These ratios are creditor best measure of a firm ongoing ability to generate earning that will allow its service debt it to service debt out of the current earning. يعني هذه عندما يمسك المحلل المالي تبع البنك بتطلع على الرقم هذا وزي ما اتفقنا هذا لو استبعدناه بتطلع على نفس الاي بي اي تي
وبقول قديش عامل اضعاف مضاعفه من الانترست، 190 للانترست 50 15000. كل ما كان الرقم عالي بقول والله ما شاء الله عليه ممتاز، عليه فوائد هالقد وعامل قدهن 10 مرات 20 مره 30 مره، هذا مؤشر ممتاز. اذا هاي الفكره. اذا this ratio are creditor best measure of a firm ongoing ability to generate the earning that will allow it، يعني الشركه to service debt out of current earnings، يعني بتربح قد الاضعاف، يعني بتقدر تدفع الفوائد 15 مره مش مره واحده. ما هو هذا يعتبر معيار مقياس لانه تقارن بشركات اخرى. The times interest earned earning ratio is an income statement approach to evaluating، طبعا هاي income statement بدك تروح على income مش على البالانس شيت، قبل شوي كنا بالبالانس شيت. To evaluating a firm ongoing ability to meet the interest payment on its debt obligation، الانترست على الدبت يعني عليه قروض بدك تدفع فوائد، هذه الفوائد قديش انت بتربح قدها مره مرتين ثلاث اربعه، كل ما كثرت كل ما كان وضعك افضل. تايم انترست ايرند يساوي الاي بي اي تي على الانترست اكسبنس وهي ال 150000. هاي الاي بي اي تي 150000 على قديش انترست؟ على 15، اقسمهن 150000 على 15 بالسنتين. والسنة الماضية ما فيش عندي هنا سنة الماضية، خلص خلينا نمشي بهذه بس نوضح الفكرة. 150 على 15 بيطلع 10 أضعاف، ممتاز. السنة الماضية كان 12 أضعاف، يعني السنة الماضية أحسن من السنة الحالية. السنة الماضية كان أحسن من السنة الحالية. يعني إنه الشركة ولدت إيرنينج 12 ضعف ونص السنة الماضية من الإنترست. السنة هاي 10 أضعاف، مؤشر جيد وطيب لمن يريد أن يعطي للشركة قروض، والله بيقدروا يدفعوا، هم دافعين هاي عاملين 10 مرات. Income statement approach، نعم ناخذها من قائمة الدخل. To evaluating a firm ongoing ability، ongoing ability مستمرة وقادرة على ايش؟ على to meet the interest payment، أنت تدفع الانترست بايمنت، هاي عم تربح 150000 على 15000. On its debt obligation، هاي جاي من وين؟ obligation على الدبت، لأنه الانترست لا بتدفعها لأنه عليك ديون. The company is less able to comfortably pay interest expense. شو قصده؟ قصده بالسنة الجديدة less able مقارنة بالسنة الماضية. In a prior year EBIT was 12 and half times interest expense but in the current year it is only 10 times. اذا less able، السنه هاي اسوء، السنه الماضي كان احسن. مجرد مؤشرات. For the ratio to be meaningful، النسبه حتى تصير لها معنى، net income cannot be used in the numerator، هذا النت انكم لا يجوز استخدام النسبه هاي 81000 حتى تصير لها معنى، مش تحط ال 81 على 15، لا بدك تروح على الاي بي اي تي بيفور الانترست قديش بولد. سينس وات از بينج ميجرد از ذا ابيليتي تو باي انترست، قدره على سداد الفائده. ايرنينج بيفور انترست اند تاكس از ابروبريت، اذا الاي بي اي تي هي الافضل مش تروح على النت انكم، هذا لا يجوز. ذا موست اكيوريت كالكوليشن اوف ذا نيوميريتر includes only earning expected to incur، اذا افضل رقم للقياس في البسط اللي هو هذا ال expected earning to recur. شو يعني recur؟ انه يتكرر، ما يعني ما في infrequent، ما في extraordinary، ما في اي شيء من هذولا. recur يعني يتكرر. consequently unusual or infrequent items extraordinary items هذول بدهم تطلعهم برا الحسبه، طلعهم برا الاي بي اي تي. discontinued operation and the effects of accounting changes should be excluded، كل هذول حكيناهم بالفيديوهات الماضية، كل هذه المؤثرات التي تتكرر سنة بعد سنة شيلها على جنب واقسم اي بي اي تي صح على الرقم تبع مين؟ تبع الانترست. The denominator should include capitalized interest. المقام
المقام الدينومينيتر لازم يشمل فقط الفوائد التي تأتي نتيجة قروض من الخارج لمساعدة الكابيتال تبع الشركة. كابيتالايزد انترست يعني زيادة الكابيتال. ناخذ قرض، ناخذ نعمل بونز، اوكي، بنحطهم كلياتهم مشان نزيد الكابيتال. The earning to fixed charges ratio earning to fixed charges ratio also called the fixed charge coverage ratio. يعني الفوائد الثابتة أو charges الثابتة. Extend the time interest earned ratio to include the interest portion associated with long term lease obligation. إذن هذه تايم انترست اند بتحكي عن الانترست فقط، هاي والاي بي اي تي فقط، تمام. لكن هون في نسبه اخرى ايرنينج تو فيكس تشارجز ريشيو، يعني مش الفائده التي جاءت نتيجه حصولنا على قرض مشان نمول عمليات الشركه كبونز ولا كقرض من البنك ولا كذا، لا، بدك تاخذ اي شيء فيكس تشارج وتحطه وتدخله على المعادله. اذا هذه المعادله يجب ان تطور، فطوروها من خلال هذه المعادله. شوف earning to fixed charges ratio also called fixed charge coverage ratio، نفسه fixed charge coverage ratio، يعني قديش الearning before interest and tax بده يغطي لك fixed charges، مش بس الانترست، بجوز في شيء ثاني. Extend the times interest earned ratio to include the interest portion associated with long-term lease obligation. في issue له علاقة بlong-term lease obligation، يعني شو؟ يعني شقة مأخوذة عن طريق البنك تدفع مبالغ شهرية، والمبالغ الشهرية هاي جزء منها interest وجزء منها إيجار تعتبر. هلا أي واحد بيشتري شقة عن طريق البنك، هذا المبلغ الذي يدفعه للبنك هو جزء منه إيجار وجزء منه فائدة. خلينا نشوف هذه المعادلة. Fixed charges include interest، إذا بتحط هنا interest. Required principal repayments، أقساط بدك تدفعها سنوية بدك تحطها هون. And leases، الأرقام تبعت الليزز اللي حكينا عنها، الشقة تبعت البنك. أوكي، إذا بدك ترجع للإي earning before fixed charges and taxes، والتاكسز، التاكسز معروفة إي بي آي تي، التي معروفة تاكسز، والفيكسد تشارجز كلها الانترست والكذا وأي شيء له علاقة بالفيكسد تشارجز بما فيها، لاحظ الانترست بما فيها الريكوايرد برينسيبال ريبيمنتس، يعني سيريال بونز ب 10 مليون كل سنه بندفع مليون زائد فوائده، المليون هذا بدي احطه بالمقام، اوكي، والمليون هذا بدي استثنيه من هنا من المنطقه هاي ايرنينج بيفور، قبل ما اجي على المليون، وحمل المليون وحمل الانترست واعمل النسبه هذه. This is more conservative ratio since it measures. هذه أكثر بسموها conservative. Conservative معناها حيطة وحذر. يعني هذا الريشيو بتقيس لك أفضل من الريشيو هاي. هاي فيها حيطة وحذر أكثر من هاي. هاي بتجوز تطلع فيها مبالغة. لا، هذه بتطلع واقعية. حيطة وحذر. This is more conservative ratio since it measures the coverage of earning over all fixed charges not just interest expense لحالها. اوكي، طبعا حلول المسائل راح يوضح الافكار بشكل افضل، وطبعا بدك تحل مسائل multiple choices، حنحل شويه مسائل بعد شوي لما نخلص هذا الفيديو، وبعد ما اخلص البارت هذا بدي احل مسائل كثيره حتى نوضح الافكار ان شاء الله. اوكي، خلينا نروح للي بعديه. The cash flow to fixed charges ratio removes the difficulties of comparing amounts prepared on the accrual basis. هلا بقول لك يا عمي شو بدنا احنا بالرقم هذا تبعك كله accrual، مبني على accrual، يعني نتيجة income على accrual،
يا عمي بدي تطلع لي ارقام قريبه من الكاش فلو. اذا شو معناته؟ بدك تقول كاش فلو تو فيكس تشارجز ريشيو، يعني الشركه قديش بتجيب كاش، مش العبره بالريسيفبل والكذا والانفنتوري والبضاعه وارباح، ولا بدنا كاش قديش بتولد، لانه بدي اسدد كله كاش، هذا الفيكس تشارجز كلها كاش، فيكس تشارجز كاش، تاكس بيمنت كاش، كاش فروم اوبريشن. اذا هذه اللي هي الفيكس تشارج كاش تو فيكس تشارجز شو تساوي؟ كاش فروم اوبريشن من العمليات زائد الفيكس تشارج زائد التاكس بيمنتس على الفيكس تشارجز. ليش حطينا هاي؟ وكاننا بنقول قبل هاي وقبل هاي، بدل ما نقول اي بي اي تي بنقول كاش فروم اوبريشن قبل الفيكس تشارج، اذا برجع اضيفها باك، وقبل التاكس بيمنت برجع اضيفها باك، وبعدين بروح اقسمها على الفيكس تشارجز. ما هي الفيكس تشارجز؟ اللي هي هاي والتاكسز والفيكس تشارجز والكذا. اذا بقسم بطلع الكاش قديش قبل ما احسب التاكس، وقبل ما احسب اخصم التاكس، وقبل ما اخصم التشارجز الفيكس تشارجز اللي هي الانترست والانستولمنتس تبعت القروض اللي بدي ادفعها سنويا، بحسبها وبعدين بروح اقسم على الفيكس تشارجز التي تشمل التاكس بيمنتس، والفيكس تشارجز هذه زائد التاكس بيمنت هيها ان تاكس بيمنت. طبعا التاكس مش فيكس تشارجز لانها محسوبه مش ثابته وانما على، بس دائما هيها قبل شوي اي بي اي تي. ايش معنى التي؟ معناها تاكس، بيفور تاكس. اوكي، كاش فروم اوبريشن از افتر تاكس. الكاش هذه فروم اوبريشن از افتر تاكس، يعني بدك تحول قائمه الدخل الى وكانها قديش الشركه عملت لك كاش من العمليات وبعد التاكس. يعني شو قبل؟ بتشيل التاكس، قديش بالشيك تبع التاكس اللي حسبته بناء على دائره الضريبه. اوكي، بتحسبه، بتروح تضيف المبالغ هذه وبعدين بتقسم، بيطلع النسبه المناسبه، اذا النسبه المحسوبه. اذا كاش فلو تو فيكس تشارجز ريشيو، الكاش فلو لاحظ فروم اوبريشن is after tax، يعني قديش بتصفي عندك هذه هذا الرقم بدك تحوله الى كاش. وعارفين احنا قصة كيف تعمل دايركت ميثود واندايركت ميثود، وفرام اوبريشن مش تروح تجيب لي قرض من البنك وتقول لي والله فرام فاينانسينج ولا انفستينج ولا تبيع قطعه ارض ولا كذا، لا فرام اوبريشن. ومرت معانا بشابتر 1 2 3 من البارت الاول. اذا هذه النسب كلياتها لها علاقه بالسولفنسي، وبنكون خلصنا الماده هذه اللي هي الفيديو رقم 1 من السولفنسي الماتيريال. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.